صادق نواب البرلمان الإفريقي بالإجماع على مشروع الوثيقة التي قدمها النائب سيكو تراوري من جمهورية مالي حول القرار الأمريكي الذي يمنع التشاديين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. جرت المناسبة بمقر البرلمان الإفريقي مدينة جوهانسبورغ. علي عربي حسن. صادق نواب برلمان عموم أفريقيا بالإجماع أول أمس الاثنين الموافق 16 من أكتوبر 2017 على الوثيقة التي قدمها النائب سيكو تراوري من جمهورية مالي وبتأييد من النائب جمال خطاري من الجمهورية العربية الصحراوية. وتؤكد الوثيقة بأن تشاد تدخلت عسكريا بجانب القوات الدولية المشتركة المسمى بمجموعة الساحل الخمس ومشاركة القوات التشادية مع قوات الدفاع والأمن التابعة للدول الأعضاء للجنة حوض بحيرة تشاد في الحرب ضد الإرهاب، كما تأوي تشاد في الوقت الراهن عملية برخان بجانب التعاون القائم بين تشاد والولايات المتحدة الأمريكية في مجال التدريب ضد الإرهاب، كما أن تشاد دفعت ثمنا غاليا في الأرواح والممتلكات. ونظرا لهذه الحالة فإن مكتب برلمان عموم أفريقيا يؤكد تضامنه ووقوفه الكامل مع الحكومة والشعب التشادي، كما يبدي أسفه للقرار الرئاسي الأمريكي الذي يمنع التشاديين من دخول الأراضي الأمريكية، ويطلب البرلمان الأفريقي من الحكومة الأمريكية إلغاء هذا القرار. هذه الجلسة ترأس رئيس البرلمان الأفريقي السيد روجي نكوندو دانك وبحضور سفير تشاد لدى جنوب إفريقيا سعادة صقر يوسف محمد إتنو. عقب اعتماد هذه الوثيقة من قبل نواب البرلمان الإفريقي، فقد التقى زميل علي عربي حسن ببعض النواب بما فيهم سفير تشاد لدى جنوب إفريقيا، حيث عبروا عن انطباعاتهم. كل الناس ده كل كلام ده درب واحد، تشاد كفأ تمن كبير من رواهب في الحرب ضد الإرهابيين. وهنا نشكرون جيدا كله للبرلمانيين وللرئيس البرلمان الإفريقي والجماعة كله نشكرهم، وهنا نشكرهم ولمساعدونا وواقفين معانا، وقال حتى يمشوا في أمريكا في الكونغرس ويقوموا بالعمل بقناعة أن تشاد ظلمت وظلمتها الولايات المتحدة الأمريكية، ونعرف جميعا على أن تشاد قدمت الكثير والكثير بما فيها أرواح أبنائها للدفاع عن البلدان الإفريقية بخصوص الإرهاب، وندافع عن تشاد كما ندافع عن أي بلد من إفريقيا كذلك. الناس كلهم المكتب عن البرلمان وكل البرلمانيين موافقين بكون هذا القرار، هو كان قرار ما من صلاح تشاد، ونحن بصفتنا برلمانيين إن شاء الله قاعدين هنا في العمل، ونظرا للجهود التشاد عملتها من ناحية ضد الإرهاب، ونحاول إن شاء الله من الإقدام في المستقبل هذا الحصار الرفي من تشاد إن شاء الله في وقت قريب، والمكتب هذا البرلمان الإفريقي إن شاء المواعيد بكونها يأمن يعني والناس كلهم المكتب عن البرلمان وكل البرلمانيين موافقين بكون هذا القرار. هو حكومة تشادية ونعلن تضامننا معها لا مشروع، ولمسيون اللي صادق عليها اليوم البر حكومة تشادية ونعلن تضامننا معها لا مشروع، ولمسيون اللي صادق عليها اليوم البرلمان بحماس وبقوة، هي أقل شيء ممكن نقدمه ممكن نفعله لرفع الحصار ورفع الظلم عن شق. لا ينزع إلا بتكاثف الجهود وبكلمة إفريقية واحدة وموقف إفريقي صلب وقوي من أجل الدفاع عن الشعوب الإفريقية والشعوب شعوب قارتنا، وهذا الحد الأدنى من الأشياء اللي ممكن نقدمها لشعبنا بتشاد. طبعا من خلال المداخلات حسينا بأنه بالإجماع طلبوا رفع هذا القرار، وعبروا عن مشاعرهم بأن هذا القرار قرار غير موفق وقرار جاهل، ولذلك نحن كتشاديين نعتبر أن هذا القرار قرار غير مناسب.